30 ثانية في فم الحوت، تجربة مرعبة لا يتمناها أي شخص لنفسه أو لغيره. حكاية صياد نجا بإعجوبة نالت اهتمام المحطات الإعلامية والعربية. مايكل باركاد هو صائد جراد البحر، يبلغ من العمر 56 عاماً، كان يبحر مندمجاً في عمله حتى سقط بالقرب من ولاية ماساتشوستس الأمريكية. وفجأة وبدون أي مقدمات تغيرت الأحوال من حول مايكل. لم يكن يدرك بالضبط أين هو وما حدث له في لحظات، ولم يكن يتوقع أن يقضي أكثر من 30 ثانية في جسم الحوت في اللحظات الأولى. شعر مايكل بارتطامه بنتوء، وتحول كل شيء من حوله إلى السواد، إلى أن أدرك أن حوتاً ابتلعه. أنا فكرت بنفسي، وكان يضغط علي بعضلات فمه، وفكرت أنه لا يوجد مهرب مما أنا عليه ولن يتركني أذهب، وقلت فعلا إنها لحظتي الأخيرة، إنها لحظة موتي، ولم أكن أصدق أنني سأموت في فم حوت. وفكرت حينها بأطفالي وزوجتي وأمي، وقلت إنها النهاية. كان هناك هواء، كنت أستطيع البقاء لنصف ساعة أخرى، كنت أتنفس قليلا، بقيت بحدود 40 إلى 45 ثانية في فم الحوت. كنت أفكر ماذا سيحصل، لقد ابتلعني، وكان يهز رأسه وكان يحاول ابتلاعي عبر فمه، وكنت أنزلق تدريجيا وفقاعات الماء تخرج من فمي ثم لفظني خارج فمه. لم أكن أصدق إنني حي وحر. بعد تلك الواقعة الغريبة تم نقل هذا الصياد واسمه مايكل إلى المستشفى لفحصه والتأكد من سلامته، وسجل الأطباء تلفاً في الأنسجة الرخوة لدى هذا الرجل، ولم يجدوا أي إصابات خطيرة أو كسوراً، وسمحوا له بالعودة إلى المنزل. هذه الحادثة كانت أيضاً لها ردود أفعال عديدة، فكتبت مريم مبارك تعليقاً لها: أكبر دليل على أن الحوت الأحدب والحيتان الكبيرة لا تتغذى على الأسماك أو الإنسان، وإنما على العوالق البحرية، عوالق بحرية صغيرة، فهي لا تمتلك أسنان، ولذلك الحوت لم يبتلع سيدنا يونس عليه السلام. هناك تعليق آخر أيضا من مزمل إبراهيم، يقول مزمل إبراهيم: هذه أخبار كاذبة من أجل المعيشة، لا يمكنكم الكذب على البشر، كيف يمكن أن يعيش لمدة 30 ثانية والحوت كان حيبلعه، وكيف حسبهم أنه هي 30 ثانية بالضبط؟ فيديوهات وقصص من أجل شغل الرأي العام. هناك أيضا تعليق من محمد ناصر، محمد أدلى بدلوه وقال: سبحان الله والأعمار بيد الله، ولم تحن لحظة قدره وكتابه وأجله، فعلا شيء مرعب ومخيف، بس ربنا سترها لخاطر أطفاله، عساها أن يتعظ وما يرجع للبحر مرة ثانية. هالمرة ترك الحوت، المرة الجاية يبلعه.